الجزيرة استطاعت أن تغير مفهوم الإعلام في العالم العربي. أعتقد الجزيرة حققت مكانة تاريخية، يعني الجزيرة هي أحدثت تغيير كبير في العالم العربي يتجاوز حدود الإعلام. يعني لا يوجد إعلام أثر في العالم مثل ما الجزيرة أثرت في العالم العربي. أصبحت منصة لحوار حقيقي، يعني الرأي والرأي الآخر لم يكن فقط في التعليقات الإخبارية وجهات نظر السياسية، لا، كان حتى في قراءة تاريخ المنطقة، الأفكار في الجزيرة. أصبح هناك صراع أفكار وصراع سياسي ووجهات نظر، وأصبح المسؤول الرسمي له نفس قيمة المعارض، والاثنان يتجادلان على نفس المنصة بنفس المكانة. أعتقد أن هذا غير العالم العربي. الجزيرة استطاعت أن تغير مفهوم الإعلام في العالم العربي. عين المشاهد لم تعد تقبل ما كانت تقبله ما قبل الجزيرة، يعني مشهد الإعلام الأحادي لم يعد قائما. حتى في أكثر الأنظمة قمعية في العالم العربي على الأقل صار هناك تغيير في الشكل. إذا أردت أن تنافس الجزيرة لابد أن تقدم مادة أكثر مهنية.